البعثة الأممية تهنئ الشعب الليبي بمناسبة حلول العام الجديد. البرلمان يدعو لجلسة رسمية الاثنين القادم، والسائح يقدم إحاطة بالخصوص. وهبة تقول أن الرئاسية طالب السلطات الاعتبارية بتحديد موعد قادم للانتخابات. الرابعة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير. وفي الرابعة تتابعون أيضا: مرزوق تستنكر حبس وزيرة الثقافة وتحمل النيابة المسؤولية. إلى التفاصيل. هنأت البعثة الأممية في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة العام الجديد، مجددة دعمها ومساعدتها للليبيين للخروج من أزمتهم لبناء دولة مستقلة، مضيفة أنها تتمنى للشعب الليبي أن يجلب العام الجديد معه السلام ويعزز التوافق والمصالحة الوطنية، وأنها لن تدخر وسعا في مساندة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار وترسيخ الوحدة من خلال العملية الديمقراطية التي يتطلع إليها الليبيون. هذا وبعث السفير الأمريكي في ليبيا رسالة عبر الفيديو يهنئ فيها الشعب الليبي بمناسبة العام الجديد، قائلا: ما نحاول جميعا القيام به معا هو بناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا. Hello everybody, I'm Richard Norland, the American ambassador to Libya, and on behalf of all of us at the American embassy, I'd like to take this opportunity to wish you a very happy new year. You know, looking back over the past year, we can actually say there have been a number of positive developments. The ceasefire has held since October 2020. There's been much more contact between people east, west, and south. The coastal road has reopened. And a really successful stabilization conference took place in Tripoli in October that is a model for the kinds of things that can happen in the future. At the same time, the United States shares the disappointment that so many Libyan people feel that the elections scheduled for December 24th have been postponed. We know, however, that the momentum for elections is still very strong. 2.5 million Libyans have registered to vote, and they want to cast their ballots. And we know that Libyan leaders are working very hard to try to reschedule realistic elections in an early time frame. The United States supports that process. We're going to continue to work with Libyan leaders and international partners to help bring this about. We had an opportunity recently to visit Tripoli. I was there on December 20th, and one of the highlights of that visit was visiting a middle school where we met with a number of the children. And it was a reminder to me that what we're all trying to do together is build a better future for Libya's children. They deserve this. And I was really struck in that classroom meeting with the kids. And I asked one girl, do you think Libya is a democratic country? And her response really struck me. She said, Inshallah. And that's what we're working together with you to build, is a democratic Libya. We wish you a happy new year. All the best. Tahiyati. ورقة كانت الأهم في إخراج البلاد من أوضاعها السياسية المتوترة وتفاقم حالات الاستقطاب والانقسام بين مكونات المشهد الليبي وتياراته. ورقة كانت ستغلق أبواب أتون الصراع وتوحيد الموقف الليبي على مشروع وطني وإعادة بناء المؤسسات على أسس الشراكة الحقيقية والإنهاء الجذري للأزمة الليبية دون تدخل خارجي.
فبعد أكثر من 10 سنوات عاشتها ليبيا من تحولات سياسية ألقت الانتخابات بظلالها وهيمنت سيرورتها على المشهدين السياسي والأمني التي كان سيكون لها دور كبير في خلق مناخ سياسي جديد. تقرير يسلط الضوء على ملف الانتخابات وأبرز ما تخلله هذا الملف خلال العام المنقضي. لنتابع. شعب كان وما يزال يريد إرادة وحزما ومسؤولية تخرج البلاد من حالها وإرجاع سيادتها واستقرارها، لا يحتاج إلى سياسات مفبركة وهجينة، بل إلى خطوات ملموسة نحو ديمقراطية حقيقية. فبعد عوام من وعود متكررة وأساليب ماكرة وخطوات لم تمس الواقع، جاء الشعب واقفا مرة أخرى جنبا إلى جنب يردد: الانتخابات آتية لا محالة، فبعد انتهاكات وفقر وضعف آن الوقت لتغيير كل شيء، آن الوقت لممارسة حقنا كشعب واحد يريد منفعة واحدة، ألا وهي عودة ازدهار البلاد. فقد دخلت البلاد عام 2021 وسماؤها ملبدة بغيوم النزاعات والصراعات الداخلية، لكنها استقبلت بخطوات حساسة ومفصلية بعد اتفاق الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في فبراير، التي أثمرت وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة للفترة الانتقالية على أن تعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنتين كحد أقصى. هذا واتفق الفرقاء في جنيف على إجراء الانتخابات بمراحلها الرئاسية والبرلمانية مع إجماع دولي وإقليمي على أهمية وضرورة إجرائها في موعدها، إلا أنه اعترضه الكثير من العقبات. وكانت النقاط الأساسية المنوطة بالحكومة إنجازها هو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر باعتبارها الحل الوحيد للانطلاق نحو تحقيق الوحدة والتوافق الوطني وحلحلة كل المواجهات والصراعات. وفي شهر مارس حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب لتحل محل الحكومتين السابقتين. أما في يونيو فقد استضافت ألمانيا مؤتمر برلين الثاني الذي ضم أبرز أطراف النزاع وبينهم الحكومة الانتقالية. المؤتمر الدولي حاول المشاركون فيه تحقيق الهدف الأهم، وهو إنهاء التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية. وبخصوص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فقد كانت المبادرات للاستحقاق الانتخابي الديمقراطي من ضمن أولوياتها الحثيثة والرئيسة، وعلى رأسها الدفع بتطوير وتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع وإتاحة الفرص لجميع الشعب الليبي والمساهمة في خلق مناخ للمشاركة. فقد بذلت المفوضية جهودها الحثيثة من خلال فتح مراكز الاقتراع في عموم البلاد وتوزيع بطاقة الناخب وفتح أبواب الترشح، وذلك لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أنها دخلت مسارا غامضا بعد تأكيد لجنة متابعة العملية الانتخابية استحالة إجراء الانتخابات المقرر في قانون الانتخابات، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، ليعقب ذلك اقتراح يقضي بتأجيلها بعد عام من التخطيط لها لبناء مستقبل جديد للبلاد، لكنها تعرضت للتهديد وإغلاق للمحاكم وتهديد القضاء ولرئيس المفوضية وتهديد الصندوق الذي كان سيجمع الليبيين على كلمة سواء. وفي أكتوبر اعتمد مجلس النواب القانونين رقم 1 و2 اللذين ينظمان الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحدد رسميا 24 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية، ولكنها باءت بالفشل. وبحلول نوفمبر فتح باب تقدم الترشحات للانتخابات وأثيرت حالة من الجدل، وتعالت الأصوات المشككة في شرعية الانتخابات وقبول نتائجها حول ترشح بعض المتقدمين للانتخابات الرئاسية ليشعل الصراع القانوني. وفي السياق ذاته شهدت فرنسا في نوفمبر الماضي مؤتمرا دوليا حذر من مساءلة من يتورطون في العرقلة أو التلاعب بالانتخابات، داعيا إلى تسليم السلطة بشكل ديمقراطية للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة. كما أعرب المشاركون فيه عن تطلعهم إلى إعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جدولا زمنيا كاملا للانتخابات وتنفيذه في ظل ظروف سليمة. وبخصوص المجلس الأعلى للدولة
فقد أكد رفضه آنذاك للقوانين الانتخابية وليس لإجراء الانتخابات في موعدها، محملا المفوضية ومجلس النواب المسؤولية عما يترتب عليه من عواقب وخيمة عن موقفهما بالتمسك بتلك القوانين. وكان ديسمبر محور الجدل الكبير بعد اقتراح مفوضية الانتخابات تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 من يناير بعد تأكيد مجلس النواب استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، كما أعلن تشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد ديسمبر. الانتخابات كانت وما تزال تمثل الفرصة الوحيدة لاستعادة الاستقرار والأمان المفقود، وهي الحل الوحيد للخروج من الأزمات المتراكمة عبر تأسيس سلطة جديدة تستمد شرعيتها من الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تطوي صفحات الماضي. فبعد تزايد القناعة الشعبية بعدم جدوى الخلافات والنزاعات وضرورة حل الأزمة بالحوارات السلمية وتوفير إرادة حقيقية لتحقيق الوحدة الوطنية والتصدي للتحديات وفق مفهوم واحد وهو مصلحة البلاد، عام جديد يدخل وها هو الشعب يردد: لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، وإذا طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. دعا رئيس مجلس النواب المكلف فوزي أنويري كافة أعضاء مجلس النواب إلى جلسة رسمية الاثنين القادم الموافق للثالث من يناير بمقر البرلمان في مدينة طبرق، إذ من المقرر أن يتم الاستماع خلال هذه الجلسة إلى إحاطة رئيس مجلس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية ومستجداتها. من جهته أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد حومة في تصريحات صحفية أن جلسة الاثنين القادم ستقدم فيها إحاطة لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الصايح أمام البرلمان. حومة وفي تصريحات صحفية أوضح أن السايح سيقدم خلال جلسة الاثنين القادم إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة الانتخابات. إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جبريل وحيدة إن ملف المناصب السيادية سيكون محورا مهما في خارطة الطريق التي كلفت لجنة برلمانية بوضعها، مؤكدا انتظار الليبيين لهذه الخارطة. وأضاف وحيدة في تصريحات تلفزيونية أن التوجه العام في مجلس النواب وربما في مجلس الدولة الاستشاري أيضا يرى ضرورة تغيير حكومة دبيبة والاستقرار على تشكيلة قادرة على إدارة خارطة الطريق وتمهيد الانتخابات ووقف الفساد، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عمل منذ البداية على تعطيل الانتخابات والبقاء في السلطة أطول مدة ممكنة، وذلك لصرف أكبر قدر من أموال البلاد. لا يغيب عن أحد أن انتظار الانتخابات وعدم عقدها تسبب بالكثير من الألم لأولئك الحالمين بتحقيق الاستقرار وانتهاء عقد من الفوضى بسبب عدم وجود سلطة منتخبة. وكان من المتوقع خلال العام أن يشهد الأسبوع الأخير من ديسمبر الكثير من الزخم السياسي مع قرب الموعد الذي كان مقررا لانتخابات ديسمبر. هذه الانتخابات التي طال انتظارها أكثر من المتوقع لم تستطع أن تقتل حلم الشعب باختيار مخلصه، إذ أنه متمسك حتى آخر رمق بعقدها عاجلا أم آجلا. تفاصيل أكثر حول انتظار الشعب للتاريخ الذي حدد بحسب خارطة الطريق نتابعه في سياق التقرير الآتي. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. الحياد في الإعلام هو أن تكون غير منحازا لجهة معينة على حساب أخرى، ففي مواجهة مواضيع معينة من الصعب كبح عواطفي والامتناع عن مشاركة الغضب مع السكان. وعندما يتعلق الموضوع بليبيا وما يحدث فيها، سأطلب منكم المسامحة إذا أخذتني العواطف بعيدا عن الحياد. في أعقاب أحداث عام 2011 بدأت ليبيا بانقسام غير مسبوق في كل النواحي بسبب مطامع شخصية داخلية وخارجية، ودائما من يتحمل الثمن هو الشعب الليبي العظيم. منذ أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن 24 من هذا الشهر
موعد لاختيار الليبيين رئيسا للبلاد بدأ معها تلفزيون ليبيا بالعد التنازلي، فإذا أمعنت النظر في أعلى يسار الشاشة تجد المتبقي 6 أيام للحسم، وكان هذا تحت رغبة جميع الليبيين بمصلحة وطنية عليا للتخلص من الفوضى التي عاشتها البلاد لمدة 10 سنوات، وللحفاظ على مقدرات الوطن التي أصبحت مطمعا للجميع. 6 أيام تبقى على الموعد المحدد، لكن مع المماطلة غير المبررة ودخول شخصيات على الخط كان من أولى أولوياتهم هو عدم إنجاح الانتخابات التي أصبحت مرهونة بجلسة النواب القادمة. ما زالت مطالب الشارع الليبي ترفض المماطلة في إجراء الانتخابات، وما زال معها المجتمع الدولي يسابق الزمن من أجل نشل ليبيا إلى بر الأمان. وضمن هذه الجهود شاركت ستيفاني ويليامز في مباحثات ولقاءات ضمن سعيها لإيجاد حل للفوضى، كان آخرها المشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت لأول مرة، حيث أشادت بدور اللجنة وقالت إنها قطعت شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار. وفي بيان لها أضافت ويليامز أن اللجنة نجحت في تنفيذ خطوات لبناء الثقة كالحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي واستئناف الرحلات الجوية لربط المدن الليبية، وأشارت إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للبناء على تلك الإنجازات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية. 10 سنوات من الألم والأمل بغد أفضل، وما زال الليبيون ينتظرون مخرجا للأزمة التي يعيشونها في ظل أوضاع معيشية صعبة، ورغم الألم يبقى الأمل موجودا لجعل ليبيا حرة وذات سيادة. فند عضو مجلس النواب إبراهيم صغيد التقارير الأمنية التي قدمتها لجنة الانتخابات المتعلقة بالأمن في الجنوب، وقال إنها غير صادقة ولا شفافة، لأن الجنوب الذي يخافون منه مؤمن جيدا. وفي تصريحات صحفية أضاف صغيد أن الفترة المتبقية حتى 24 يناير المقبل قصيرة ولا تتحمل إجراء الانتخابات، حيث سيمثل رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أمام النواب يوم الاثنين المقبل للإجابة عن أسباب تأجيل انتخابات 24 ديسمبر. صغيد أكد أن التوقيت الجديد للانتخابات ربما يكون مناسبا لإعادة برنامج انتخاب رئيس الدولة، لكن المدة لا تكفي حتى للإعداد اللوجستي. استبعد عضو مجلس النواب جاب الله شيباني أن يكون وزراء التعليم والثقافة والمالية أكثر جرما وهدرا للمال وأكثر نشرا للفوضى وترسيخا للعبثية والعشوائية وثقافة الغنيمة من كبيرهم الذي علمهم السحر، في إشارة لدبيبة. الشيباني أضاف عبر حسابه في فيسبوك أن التاريخ سيدون أن حكومة تصريف الأعمال أسوأ حكومة عرفتها ليبيا وأكثرها فسادا، بل وتعد عنوانا للفساد والتزوير والخروج من المألوف في الأقوال والأفعال، مشددا أن كل يوم تستمر فيه هذه الحكومة يعني مزيدا من الهدر والضياع وتقريب البلاد أكثر إلى الإفلاس والهاوية. في عام 2021 شهد مجلس النواب تطورات سياسية وأحداث متغيرة قلبت شكل المشهد في ليبيا، خيبات وجلسات غير مكتملة النصاب وقرارات أربكت المشهد من قبل بعض الشخصيات في انتخابات 24. مشاهدينا نضعكم داخل أروقة مجلس النواب وأهم الأحداث تحت قبة البرلمان. في طريق الليبيين نحو صناديق الاقتراع عام 2014 ذهب هذا الشعب لينتخب أعضاء مجلس النواب على أمل منهم لاكتساب دولة حرة ديمقراطية، ولكن لم يكن مدركا أنه يسير نحو أيام وأسابيع وأشهر وسنين لحرب وتشتت ومجلس غائب غير مكتمل النصاب. دخلت شخصيات إلى عالم السياسة وخاضوا في دهاليزها، وبدأت رحلة هذا الشعب باستقبال قطار من القرارات غير الموحدة والمتبعثرة، قرارات تثير الجدل بعد كل جلسة، وكأي مجلس في دول العالم لا تنتهي جلساتهم إلا بعراك. ولكن في بداية هذا العام الحالي والذي يفصلنا يوم واحد فقط على توديعه لنستقبل عاما جديدا،
آملين من الله فيه أن تستقر ليبيا واحدة موحدة، لا شرقية ولا غربية، لا من الشمال ولا من الجنوب، وتصبح رسالتنا فقط هو إحياؤها من جديد، لنتغنى على قصر المنار والغزالة وأم السرايا والشط والهاني. ومن يناير بدأ مجلس النواب الليبي يلعب دوره الأساسي، وهو السعي وراء إنجاح انتخابات 24 من ديسمبر التي شاء لها القدر ألا تنجح بسبب كاره ليبيا محبي المناصب، حيث أصدر وابلا من القرارات لم تكن عابرة بل أثارت الجدل، وبدأت رحلة الاتهامات ترمى يمنة ويسرة وتصفها بالمعيبة، ليغيب بعد ذلك المجلس في وقت يتطلب فيه الأمر عقد جلسات مستمرة كونه الجهة التشريعية الأولى في ليبيا. تفحل المجلس دون أي فائدة تذكر، مثلما يذكر المواطنون الذين عاشوا كل الخيبات من قراراتهم التي لم تكن منصفة سوى للأعضاء. فهل يا ترى سيتعدل حال هذا المجلس في يوم من الأيام بعد تغيير كل الوجوه والعروق المتشبثة بالمقاعد؟ أم أن هذه الوجوه ستسعى للبقاء في العام المقبل دون تأدية المهام المنوطة بهم؟ يأمل المواطن الحر في العام المقبل أن يحدد هو بنفسه بعد نضج السياسة ودهاليزها من سيختار ومن المناسب. سيختار من يتقلد سدة الرئاسة لإخراج ليبيا إلى بر الأمان وأحياء دولة عريقة تفوح من زوايا أبنيتها رائحة الملوك والعز. قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المجلس الرئاسي طالب السلطة التشريعية والجهات المعنية بالتوافق لإصلاح مكامن الخلل في الانتخابات، مضيفة يجب أن يقرر موعد جديد للانتخابات يضمن إجراءها متزامنة وحرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، لافتة إلى أن المراحل الانتقالية السابقة ستنتهي بوصول البرلمان والرئيس المنتخبين للسلطة بحسب قولها. ولفتت وهيبة أن المجلس الرئاسي لم يتسلم مؤسسة جاهزة في بداية عمله بكادر وظيفي وميزانية وغيرها من الضروريات. وفي هذا التقرير المعد حول الحراك السياسي والشعبي الدعم لإجراء الانتخابات خلال العام المنصرم والمستمر حتى الانعقاد الفعلي لها، ألقينا الضوء على عدد من النشاطات التي قامت بها الحركات المختلفة الداعمة للإرادة الشعبية المتمسكة بحقها الانتخابي. تفاصيل أكثر يطرحها هذا التقرير حول نشاط مجموعة من الحركات التي دفعت باتجاه عقد الانتخابات، لنتابع. الانتخابات لعلها تفوز بأكثر كلمة تم ترديدها خلال العام 2021، والذي حمل في طياته أملا شعبيا كبيرا بأن ينتهي باختيار الشعب لرئيسه القادم، إلا أن الواقع خالف التوقعات ولم نشهد لا انتخابات ولا غيرها، بل وكان للمعرقلين للديمقراطية الكلمة الفصل حتى هذا اليوم. قناة ليبيا روحها الوطن التي بقيت على العهد بأن تنقل الواقع للمشاهد كما هو، لم تتوانى يوما عن تغطية الحراك الشعبي والدولي الداعم لإجراء الانتخابات، خصوصا بعدما تسارعت التطورات العسكرية والأمنية التي عانت منها البلاد وتسببت بركود عجلة السياسة. الحراك الشعبي هو الأهم خلال العام المنقضي، لأن الشعب هو صاحب البلد ومقدراتها، كما أنه صاحب القرار بمن سيمثله اليوم ومستقبلا، إذ شاهدنا معا على سبيل المثال الاجتماع الأول للتجمع الوطني لشباب الطوارق، والذي ضم منتسبي التجمع من مختلف المدن الليبية بهدف تكوين جسم سياسي اجتماعي ثقافي. كذلك شاهدنا معا تنظيم الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة بالشراكة مع حراك ليبيا تنتخب رئيسها، وبالتعاون مع منظمة نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية ورشة عمل بعنوان ليبيا تنتخب رئيسها، إذ أكد الحراك أن 24 من ديسمبر هو يوم الاستحقاق الانتخابي الكبير لقيام انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة. أيضا تابعنا إدانة حراك من أجل 24 من ديسمبر سماح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقوى النفعية والأيديولوجية بفتح خارطة الطريق وتعريض العملية السياسية للخطر،
ورفضه لأي محاولة للمساس بانتخابات ديسمبر، إضافة إلى مطالبته بضرورة أن يقوم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بحلف يمين مضاف يتعهدون فيه بإجراء الانتخابات في موعدها، وأن يصحبه توقيع وتعهد قانوني ملزم بإعلان استقالتهم من مناصبهم يوم 24 ديسمبر، وهو ما لم يتحقق للأسف الشديد. كما تابعنا معا إلى جانب الحركات المذكورة حراك مطالبة ودعم التكتل المدني الديمقراطي وتكتل إحياء ليبيا والتيار الوطني الوسطي والحراك الوطني الليبي والحراك الوطني نحو الدولة الدستورية وتيار شباب التغيير وتيار شباب الوسط والاتحاد النسائي درنا وتجمع ريادة وحزب موطني لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير. هذه الحركات التي سعت إلى جانب الانتفاضة الشعبية لعقد الانتخابات في موعدها لم تتمكن من جعل أولئك المتمسكين بمناصبهم يخجلون من محاولة إفشال أملهم بكل صراحة ووضوح، إلا أننا اليوم ومع بداية السنة الجديدة نؤكد نحن قناة ليبيا بقاءنا معكم وإلى جانبكم حتى عقد الانتخابات والنجاح بها. كما نؤكد أن جهودكم لم تذهب سدى، فنعم لقد زرع 24 ديسمبر في مخيلاتنا، إلا أن الأهم الآن هو التمسك بالانتخابات نفسها وعدم السماح لأي كان بحرق هذا الأمل، وإننا نعاهدكم على محاربة أولئك المعرقلين والمحافظة على طريقنا الواعد حتى إعادة الاستقرار إلى البلاد يدا بيد وقلبا على قلب. دمتم بأمان الله، وكل عام وليبيا وشعبها بخير وسلامة. برزت الأزمة الليبية على السطح وعرفت تغيرات جذرية مفاجئة وسريعة، منها الصراعات الداخلية وتعظيم القوات والمناصب والمكاسب في ظل الافتقار للأنظمة السياسية والأمنية والمشروع الوطني التوافقي. وبين التهدئة ومحاولة اقتراح خيارات سياسية لحلحلة الأزمة، وقفت الجهود الدولية لإزالة الاحتقان الداخلي والمساعي نحو مسار سياسي ديمقراطي لتأسيس دولة ذات سيادة وصناعة السلام الداخلي. لنتابع. ما يزال المستقبل السياسي الليبي يكتنفه الغموض والضبابية بسبب تشابك المصالح فوق الوطنية، وبقي المخرج الوحيد لحلحلة الأزمة هو تبني الحوار الليبي، وذلك من خلال اللجوء إلى تسوية سلمية وتبني الديمقراطية التوافقية لتجاوز الماضي والتطلع لبناء الدولة بمعزل عن الأجندات الأجنبية. كان هذا التأكيد الدولي الأخير الذي اتفق عليه بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، إذ نالت الأزمة الليبية اهتماماً واسعاً من قبل الأوساط الخارجية، وكانت المحطة الانتخابية الورقة الأهم لإخراج البلاد من صراعاتها الداخلية ومن النزاعات. وبالرغم من الإصرار الدولي لتهيئة الأجواء الحاضنة للانتخابات، تعددت الصعوبات والأزمات واجتاحت البلاد موجة جديدة من الصراعات ولدت العديد من المشاكل السياسية والأمنية. وبخصوص الجهود الأممية الدبلوماسية التي عقدت سلسلة من المباحثات والمشاورات لجمع الفرقاء وإنهاء الصراع الداخلي من مختلف المشارب من غير أن تحرز التقدم المطلوب ومن غير أن تجد حلولاً للوضع السياسي، أكدت أن نجاح العملية الديمقراطية يكون عبر جمع الأطراف إلى الحوار، مشددة على أن الرهان الأساسي للأزمة يبقى بالأساس على الأطراف الداخلية واعتبار الانتخابات نقطة انطلاق لإجراء الاستحقاق الشعبي، موضحين أن غياب التصور التوافقي الوطني قبيل الانتخابات هو أساس عدم نجاح العملية الديمقراطية. هذا وجددت الأمم المتحدة في العديد من اللقاءات والبيانات الصادرة عنها مواصلة دعمها للسلطات الليبية بجهود المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، التي أكدت أن ليبيا تمر بمنعطف خطير وأن الخروج لعملية السلام يقع على كاهل الليبيين الآملين بقرب انفراج الأزمة الليبية وعودة حالة الاستقرار والأمان التي ستسمح لهم بأن يتنفسوا الصعداء في نهاية المطاف. وبالنسبة للموقف الأمريكي فقد أولى اهتماماً كبيراً للوضع الأمني والعسكري في البلاد وممارسة الضغوط على الأطراف الفاعلة لإنهاء الصراعات والوجود العسكري الأجنبي والتأكيد على إجراء الانتخابات بعد توافق سلمي، كونها المحطة الأبرز والأهم لنقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والسيادة.
لقاءات محلية عربية ودولية أجمعت على المصالحة الوطنية وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ما من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا ويكون خطوة مهمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لكن ومع كل هذا، ما تزال هناك أطراف خارجية تعبث بالساحة الليبية وتمارس دور المعطل للمسار الديمقراطي، ولا مراء في أن تأخر خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد من أهم التحديات التي تواجه ليبيا. بدأ عام 2021 بحلول استراتيجية، لكنه انتهى بفشل انعقاد الاستحقاق الانتخابي وغياب الإجماع السياسي داخل البلاد، حيث أدرك الفاعلون الدوليون أن المصالحة الوطنية يجب أن تأتي أولاً ويأتي بعدها إقامة الانتخابات، حيث كشف تأجيلها عن ضرورة إيجاد توافق بين مختلف الأطراف قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. فالعملية الانتخابية ليست عملية بعصا سحرية، ستقوم بحل الأزمة الليبية التي عانتها البلاد لأكثر من 10 سنوات في يوم وليلة. فلا يمكن إقامة دولة ذات سيادة ليبية إذا لم تتوافق القوى السياسية. لكن السؤال المحير، هل سيؤول العام الجديد بالخير على الشعب الليبي؟ وهل سنشهد توافق الأطراف السياسيين على حل أزمتها بنفسها دون تدخل خارجي وإقامة انتخابات شفافة ونزيهة؟ قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة إن قضية إيقاف وزيري التعليم والثقافة مستغربة ومشكوك في أمرها ولا تتضمن شروط الإيقاف، الأمر الذي اضطر رئيس الحكومة إلى تكليف وزيرة العدل بمتابعة هذه القضية، مؤكدا أن الحكومة لا تشجع على الإفلات من العقاب بل إنها تضمن حق تطبيق القانون. وفيما يتعلق بالكتاب المدرسي، قال الناطق باسم الحكومة أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزير المواصلات ووزير التعليم التقني ووكيل وزارة التعليم بهدف حل هذه المشكلة وتجهيز الكتب خلال 30 يوما. إلى ذلك، استنكرت مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وأعيان وحكماء مرزق حبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي من قبل النائب العام، معتبرين هذا القرار أمرا تعسفيا ومحملين النائب العام المسؤولية الكاملة. أهالي مرزق قالوا في بيان لهم إن ما حدث مع الوزيرة هو دليل على عدم نزاهة النائب العام والأجهزة التابعة له، داعين إلى إبعاد المرأة الليبية عن هذه المناكفات السياسية والممارسات التي لا تتفق مع ثقافة المجتمع الليبي. قال وكيل النائب العام طه بعرى إن من المفترض على وزارتي الدفاع والداخلية إنهاء ظاهرة الحراسات والأرتال الشخصية والتي تعد استغلالا للسلطات الوظيفية واستخداما لمال الدولة وترهيبا للمواطنين بالمرافقة الشخصية وإغلاقهم للطرقات عند مرورهم. وأضاف بعرى أنه لا يليق بالهيئات النظامية التي تتقاضى مرتباتها من خزانة الدولة الليبية أن تعمل بفرقتها وتموينها وعتادها لحماية شخصية إدارية أو فنية أو تجارية وأحيانا غير ذات أهمية وتحمل عنها المسؤولية الجنائية حسب قوله. هنأ المرشح الرئاسي عارف النايض الشعب الليبي بالعام الجديد موجها نداء للبرلمان من أجل احترام حق الشعب الليبي في الانتخابات. يجب أن تكون دولة حرة مستقلة موحدة ذات سيادة لا تقبل بهذه التدخلات. إنجازات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد. نسأل المولى عز وجل أن يكون عام سرور ونور وأمن وأمان الليبيين والليبيات. نسأل المولى عز وجل أن يلهم البرلمانيين الصواب بأن يثقوا في إرادة الشعب الليبي وأن يرجعوا الأمانة إلى أهلها بتمكين الشعب الليبي من الاتجاه لصناديق الاقتراع في 24 يناير 2022 كما اقترحت المفوضية. نشكر المفوضية على كل مجهوداتها ونطلب منها الإسراع في نشر قائمة المترشحين النهائيين حتى يستطيع الشعب الليبي أن يقول قولته في من يقود البلاد رئاسيا وبرلمانيا. بارك الله فيكم جميعا وكل عام وأنتم بخير.
حققت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كثيرا من الإنجازات التي لاقت استحسانا من قبل المجتمع الدولي والمحلي فيما يتعلق بالملفات الليبية كافة. إليكم تقريرا للزميلة سمر ندورة يلخص ما قامت به لجنة 5+5 في إنجازات واجتماعات في عام 2021. لنتابع. اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هي اللجنة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 من يناير عام 2020، وبموجب الاتفاق تم اختيار 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي و5 عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطني لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا. وتعد اللجنة المسار العسكرية لمخرجات المؤتمر المذكور الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية، والهدف منها وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وفق الخارطة الأممية. وكانت أول إنجازات هذه اللجنة هو فتح الطريق الساحلي الذي ربط شرق البلاد بغربها بعد أن تم إغلاقه لمدة 2 على وقع المعارك بين الجيش الليبي والمجموعات المسلحة في طرابلس. وقوبل أعلان فتح الطريق الساحلي بارتياح كبير على المستويين الرسمي والشعبي في ليبيا وعلى الصعيد الدولي، واعتبرت كل هذه الجهات هذا الإعلان بمثابة قبلة الحياة للعملية السياسية، معتبرة إياها طريق الليبيين نحو السيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة. كما عملت اللجنة على تحريك ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، حيث قامت باجتماع في قصر الأمم في جنيف السويسرية. اتفق المشاركون فيه على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. وفي ذات الإطار اجتمعت مع مندوبي دول تشاد والنيجر والسودان في القاهرة، بالإضافة إلى اجتماعات في روسيا وتركيا لذات الملف. وتعمل مؤخراً على إعداد جدول حقيقي بأعداد المرتزقة وآليات خروجهم من ليبيا. هذا وكان من أبرز ما حققته اللجنة اجتماع جمع الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق عبد الرزاق الناظوري المكلفة بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر. وجرى الاتفاق على وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض والتشديد على مهمة الجيش في حماية الدستور والعملية السياسية وحرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي، كذلك تأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة. كان عاماً مليئاً بالإيجابيات للجنة 5+5 مكللاً بالنجاحات والإنجازات. وننهي هذا التقرير ولنا في القلب دعوات بأن تحقق هذه اللجنة التي لامست إنجازاتها قلوب الليبيين ما جاءت من أجله وصولا إلى تحقيق الاستقرار وإعادة هيبة الدولة وفرض سيادتها. قالت الخارجية التونسية أن الأوضاع المتأزمة في ليبيا والقضية الفلسطينية كانتا في صدارة أولويات التحركات بتنسيق تام مع هذين البلدين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين. الخارجية التونسية أضافت أنها لم تدخر جهدا خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي من أجل الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية وعلى رأسها الملف الليبي. أوضحت وزارة التعليم أن النظام الدراسي الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة سيكون 3 أيام في الأسبوع بحسب الخطة المتفق عليها مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وحذرت الوزارة المؤسسات التعليمية المخالفة للقرار الصادر باتخاذ حزمة من الإجراءات بالخصوص، كما طالبت المدارس بإطلاق حملات توعوية للتنبيه من خطورة الفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات. بعد عام الثورة الليبية أصبحت ليبيا وجهة ومرسى للمهاجرين غير القانونيين لنيل حياة كريمة مستقلة بعيدا عن بلدانهم الذين خرجوا مضطرين بسبب صراعات أهلية أو ثورات شعبية أو فقر وتحكم في الدولة على المستضعفين.
لو كان الخشب ينطق لبكى على حال المهاجرين الذين يصعدون الأمواج للموت لا للتسلية. وفي ليبيا وأزمتها القديمة المتجددة في كل عام للمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم بحثا عن بلد يلملم أشتاتهم المتبعثرة لنيل حياة كريمة آمنة. وفي عام 2021 عاشت ليبيا أزمة تعتبر هي الأكثر حدة في تاريخ ملف الهجرة غير القانونية، إذ اتجهت عدسات العالم أجمع إليها وكأنها المذنبة الأولى والوحيدة في هذه الجرائم، رغم أنها المعتدى عليها وعلى سيادتها، ولكن ليبيا دائما عطوفة واستقبلتهم بغض النظر عن أفعال الخارجين عن القانون المشينة. آلاف المهاجرين في ليبيا عاشوا ظروفا صعبة، والمئات لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز من أيدي من حسبوا على الليبيين، لكن الشعب بريء منهم، فهو شعب مضياف لا يضر السائل ولا يهينه. ملف الهجرة دق في خاصرة الدولة وسبب عتابا من المجتمع الدولي، وكأن ليبيا تحمل المسؤولية لوحدها متناسين أو متجاهلين سبب عذاب المهاجرين. إيطاليا التي تنوح في كل مناسبة وتشتكي من ليبيا وتدعي أنها تسبب رعبا لها ولأمنها القومي بسبب المهاجرين، وهي التي لم يسلم من شرها لا القوي ولا الضعيف. صور اللاجئين لم ولن تخرج بسهولة من أذهان الليبيين، فالحادثة جرت على الأراضي الليبية. أريتريا، مصر، السودان، تشاد، تونس، المغرب، الجزائر، سوريا والنيجر، جل مواطني هذه البلدان اتخذوا من القوارب المطاطية والخشبية المهترئة ملاذا للهرب نحو أوروبا. حالات غرق، موت، أطراف مبتورة، وأطفال ينامون بعمق على الشواطئ غرقا بسبب طغيان الحكام أولا وتجار البشر ثانيا. عام 2021 سينتهي اليوم في تمام الساعة 12 باختلاف الأوقات في كل بلدان العالم، ونحن نرجو الله أن تنتهي كل هذه المشاكل والخلافات في العالم، وأن ينجي الله ويسلم الأطفال والكبار، وأن يلقوا أمانا وبيتا يعيشون فيه بسلام. ومن الليبيين جميعا، كوننا نحاول أن نوصل صوت الشعب، نحن متأسفون لكل من لم يرحب بعابري السبيل. أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية انطلاق حملة للتفتيش على انتشار مرض اللسان الأزرق بين الأغنام في بلديات طرابلس، وذلك بناء على تعليمات من النائب العام، إذ استأنفت إدارة فروع شمال طرابلس بجهاز الشرطة الزراعية رفقة مديرية أمن تاجورا في التحقق من انتشار هذا المرض. الوزارة أوضحت أنه بعد فحص قام به الطبيب البيطري المختص لوحظ وجود حالات اشتباه بمرض اللسان الأزرق، وبناء عليه جرى التواصل مع بعض الجهات المختصة لأخذ التدابير اللازمة بالخصوص. الرابعة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. 80% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر في بلد الذهب الأسود، وهذه هي الأسباب. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان عن 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل في ليبيا، وفقا للصحيفة الأهرام المصرية.
وأحثت الوزارة الراغبين في العمل بهذه المهن إلى سرعة تأجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة ثم اختيار فرص عمل بالخارج، وذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونية بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا. الجدير بالذكر اشترطت الوزارة المصرية على المتقدمين لهذه الوظائف أن يكون لديهم خبرة من 5 سنوات إلى 15، والسن من 40 سنة إلى 60، ما عدا وظيفة مختص أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. ويشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 سنة إلى 55. طلب النائب العام صديق الصور وزير المالية خالد المبروك بكشف أسباب إضافة 4 ملايين دينار لمخصصات هيئة مكافحة الفساد وتحويل مبالغ مالية للمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة الذي يعمل به شقيقه. وجاء خطاب الصديق إلى المبروك بعد بلاغ مقدم من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف بشأن المخالفات والتجاوزات المالية المرتكبة من قبل القائمين على أعمال وزارة المالية بتحويل أموال لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة خارج بنود الميزانية إضرارا بالمال العام. قال الخبير الاقتصادي أحمد المبروك إن تخفيض قيمة الدينار مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند 450 دينارا تسبب في تراجع قيمة الدخول الحقيقية للأفراد، من عكس على معيشة المواطنين وتسبب في تزايد معدلات الفقر. وأشار المبروك إلى أنه وفق سعر الصرف الجديد فإن 80% من سكان ليبيا يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون مسايرة ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن الحكومة مطلوب منها رفع الرواتب. طلب مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية الأهزار كشير في بيان وجهه إلى وزير المالية بصرف 9 مليار دينار من حساب الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام لتنفيذ أذونات التمويل. أوضح كشير أن رصيد حساب الإيراد العام الذي بلغ إلى حدود 23 من ديسمبر الماضي ما يقرب من 545 مليون دينار لا يكفي لتغطية وتنفيذ أذونات التمويل المحالة من إدارة الميزانية على مختلف أبواب الميزانية، ما يتطلب تمويل حساب الإيراد العام. ختام الثامنة إلى العناوين. البعثة الأممية تهنئ الشعب الليبي بمناسبة حلول العام الجديد. البرلمان يدعو لجلسة رسمية الاثنين القادم، والسائح يقدم إحاطة بالخصوص. وهيبة تقول إن الرئاسية طالب السلطات الاعتبارية بتحديد موعد قادم للانتخابات. مرزوق تستنكر حبس وزيرة الثقافة وتحمل النيابة المسؤولية. ختام الرابعة، شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني libschannel.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.